كل عام والكويت بخير. وانتي بخير. كل عام والكويت بخير. تحب الكويت؟ ايه. ايش كثر؟ وايد وايد وايد. ايه. وانت بخير. هاي سوي هاي يا حياتي. يلا باي. شنو اخذتوا؟ العاب؟ ملابس حصلتي؟ لا لسه ما حصلنا. يلا الحين تنطرين دوركم وتدخلون ان شاء الله. يلا. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك ويطول لي عمرك استاذه بيبي. الف شكر لك. شكر لكم على هذه المبادره. كلمني اكثر عنها. طال عمرك احنا فريق الكويت الطبي التطوعي واخوك عبد الله العنزي رئيس الفريق. بالاتفاق مع جمعيه التميز الانساني حبينا ان نغير مفهوم المساعدات. بدل ما يكون بشكل عشوائي نوزع لهم قطع معينه بدون معرفه المقاسات الصحيحه، حبينا نعكس الامر، نخلي في معرض يتم الاتصال على الاسر المتعففه اللي مدروسه حالاتهم، قبلها بيوم نحدد لهم ساعة معينة لتواجدهم في المعرض بدون أي ازدحامات مثل ما قاعد تشوفون، كماماتهم، تباعد، معقمات، الإجراءات الوقائية بشكل عام قاعد نطبقها. تدش الأسرة بعدد أفرادها، لهم مجموعة من الملابس وكلها جديدة من البلوزة إلى البنطلون إلى تكرمون الجوتي، دلاغات، ملابس الداخلية بشكل عام. أوكي. نقدر نشوف مع بعض ونسولف أكثر داخل؟ أعطيكم آلية العمل مالنا. طبعاً أول ما تبلش الأسرة في عندنا كشوفات، في عندنا كشوفات تدش الأسرة على حسب الرقم المدني واسمها وحسب عدد عائلتها. يعني الحين إذا في مثلا أسرة محتاجة تجي لي عندكم وتقول أنا محتاجة وعدد أفراد الأسرة، بعدها ندشها داخل نحطها بالجدول ويتم التأكد من الأسرة وبعدها الاتصال عليها. طبعا الشغلات اللي تشوفينها اغلبيتها من المتطوعين نفسهم، هم اللي مبادرين وشارين، يعني طبعا نوع من انواع يعني مساهمه لهم ويفرحونهم يعني، وميزان حسناتهم ان شاء الله ولهم الاجر يعني ما قصروا، سواء مخبوزات، حلويات، النص الشغلات اللي داخل ما شاء الله، الالعاب يعني ما قصروا، وكل الفريق يعني ما شاء الله ساهم يعني يعطيهم العافيه ما قصروا. احنا حبينا يكون جميع احتياج الاسره من الملابس موجود، من الرضيع الى الكبير، يعني الابو والام والابناء كلهم كل شيء متوفر لهم. طبعا المعرض ما يحتوي على ولا قطعه مستعمله، كل القطع اللي موجوده كلها يده بجميع جميع المقاسات. تم التقسيم ما بين الاغراض اللي موجوده عشان نسهل عمليه الاختيار الصحيح للاسره اللي تكون موجوده، نفس الوقت نكسب اكبر وقت ممكن من الوقت عشان نقدر ندخل الاسر بشكل اكبر. اول شيء نتشرف بجميع الاسر المتعففه، ولما يتصلون علينا هذا الشيء وايد يفرحنا انه يخلونا نساهم باكتساب اجر لنا. يتواصلون معنا كفريق الكويت الطبي التطوعي او مع جمعيه التميز الانساني. يتم عرض حالتهم عندنا، نسوي لها دراسه نتاكد من الاسره فعلا، وبعدها نحسب عدد الاسره بالكامل وجميع المعارض اللي عندنا بالاضافه الى السلات الغذائيه، بالاضافه الى السلات الرمضانيه، بكلهم برنامج متكامل، يعني كثر ما نقدر احنا نحاول نحتوي اكبر قدر من الاسر المتعففه داخل دوله الكويت لتسكير الاحتياجات، ولكن تسكير على مستوى مرضي لله سبحانه وتعالى وللاسره. بالنسبه حق شهر رمضان الكريم هم راح يكون في سلات معينه للاسر كلها، وعلى قولتهم الخير بقبل. الاسر اللي عندها مشاكل قضايا غيرها هم قاعد ندرس الاليه شلون نقدر نساهم برفع معاناه الاسر اللي عليهم القاء قبض وغير قضايا فعليه. وبالعكس ان شاء الله في بالمستقبل شغلات وايد ممتازه. في حاليا احنا عندنا مشروع قاعد ندرسه كيفيه انتقال الاسر المتعففه من متعففه الى اسر منتجه، شلون نقدر نعلمهم حرف معينه على اساس باكر هو يصير معيل نفسه، ما يحتاج اي لجنه انها تساعده. فان شاء الله بعد شوي بالتغرير الداخل راح تشوفون اليه عمل متكامله باذن الله. اسال الله يحفظك ويطول لي عمرك. قواك الله على قاعد تسوينا. حبيبتي الله يقويك يا رب. ده اقل واجب والله، اذا انا اول يوم جيت ما استحملتش وقعدتك بكيت على في حالات جدا كانت صعبه، مش هكذب عليك، جدا صعبه علينا. ايش اللي خلاكي تتطوعين؟ انا والله من ساعه الازمه انا واختي الحمد لله من شهر 2 من ساعة الفيروس، بس دي حاجة واجب علينا، احنا موجودين بالبلد كلنا اخوات واخوان، ما في اي عنصرية ان شاء الله، ما في ايه، ما في طبعا اي تفرقة، بس احنا بنحب البلد، يعني انا بقالي حوالي 17 18 سنة فعمري يعني، فلازم اكون عندي ولاء جدا للبلد الصراحة، وده واجب علينا. بنعطيها يعني هي عطتنا كتير،
فاحنا نعطيها اقل حاجه. غير كده الثواب صراحه، يعني اول سبب الثواب، يعني اللي تخرج من هنا اي عائله بتخرج، انت بس لو حضرتك تقفي معانا شويه هتلاقي بتقولي الله يسعدك، الله يا رب يعطيك اللي تتمنيه، بس دي كافي عندنا. انا بس حبيت اشكرك بنفسي بعد حبيبتي. الله يسعدك، احنا بنحبك وبنموت فيكي. يعني اهم شيء ان ديرتنا نوقف معاها ونوقف مع الناس ونوقف مع الجمعيه، وما ننسى يعني في ناس وايد محتاجه، واحنا اليوم طلعنا بطلع يعني شيء جديد احسن ما نوزع بالشارع وتصير تجمعات والامور. المعرض الشخصيين يعني يستقبل من 10 عائله 15 عائله، له نص ساعه يدخل وهو اللي يختار بايده، مو احنا اللي قاعد نعبي له، وكل عائله يجينا الاب والام والعيال مستانسين الامور، ياخذوا اللي يبونه، وفي العاب لهم حق الاطفال والمخبوزات. طبعا احنا عندنا المشاريع الداخليه كثيره، منها مشروع نعمتي هي حصص غذائيه كذلك توزع على الاسر، وجمعيه التميز صارت مظله لجمعيات متعدده، جمعيات عندها اسر متعففه تاتينا الى جمعيه التميز. عندنا معرض كبير، هذا مشروع ثابت وراح تستفيد منه الاسر المتعففه داخل الكويت، حصص غذائيه باسعار طيبه موجوده راح يستفيدوا منها. بالإضافة إلى عندنا المساعدات النقدية لهذه الأسر اللي تضررت بالأجار وغيرها من هذه الأمور، أمور الحياتية، هم عندنا كشوف نتابع الأسر، وعندنا تواصل مع جمعيات معينة في سبيل إخراج أعداد كبيرة من الناس اللي يعني الغارمين اللي دخلوا السجن ومنهم من عليه ضبط وإحضار. يعني عندنا تواصل مع الجمعيات وعندنا كشوف بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نرفع الضبط والإحضار عن أسر متعددة. في أسر كثيرة وفي شباب موجودين، نحاول أن نعلمهم حرف، ندخلهم دورات ومدارس لتعليمهم الحرف، ثم بعد ذلك النجارة وغيرها. وحتى وهذا المشروع طبعا احنا سويناه في لبنان الآن هذا المشروع، وبفضل الله سبحانه وتعالى خرجنا أعداد كبيرة من الممرضات الآن قاعدين يعني في السوق العمل يمارسون عملهم، وكذلك بعض الحرف. هذا المشروع، فحبينا أن ننقل هذه الفكرة إلى الكويت إن شاء الله، نعين الأسر المتعففة اللي يعني بحاجة إلى مثل هذه المهن والحرف حتى يكون لهم يعني دور في هذا السوق ويعين نفسه.